دهون البطن العنيدة مشكلة كبيرة عند معظم الناس، خاصة لما يبدأوا دايت ويلاحظوا أن كل الدهون بدأت تقل باستثناء دهون البطن تبقى مثل ما هي. وعشان كذا في هذا الفيديو راح أخبرك عن الطريقة العلمية من 7 خطوات اللي راح تساعدك تتخلص من دهون البطن العنيدة وتوصل للنتائج مثل هذه اللي تشوفها أمامك، ابتداء من الخطوة الأولى وهي إكمال دورة حرق الدهون عندك. شوف، لازم تعرف أن الدهون ببطنك وبأي مكان آخر عبارة عن تراكم ملايين الخلايا الدهنية اللي نسميها مخازن الدهون. ولما تجي تاخذ واحدة من هذه الخلايا الدهنية راح تحصل فيها عدد كبير جدا من الأحماض الدهنية. فعشان تتخلص من الدهون لازم تتخلص من هذه الأحماض الدهنية، وهذا الشيء يتم في 3 خطوات. الخطوة الأولى تحصل لما الأحماض الدهنية تطلع من الخلية الدهنية وتروح إلى مجرى الدم. أما الخطوة الثانية فهي انتقال الأحماض الدهنية في مجرى الدم إلى أن توصل إلى خلايا أخرى بالجسم محتاجة طاقة. والخطوة الثالثة هي حرق هذه الأحماض الدهنية لإنتاج الطاقة، وكل واحدة من هذه الخطوات مهم جدا. يعني عاد الأحماض الدهنية تغادر الخلية الدهنية وتروح في مجرى الدم، بس بعدها ما تحصل أي خلية بالجسم محتاجة طاقة، فترجع تتخزن مرة أخرى وبالتالي ما تشوف أي نزول بالدهون. وعشان كذا بخبرك الحين إيش اللي لازم تسويه عشان تحفز جسمك إنه يكمل دورة حرق الدهون هذه بالكامل عشان تتخلص من الدهون بشكل عام وأيضا الدهون العنيدة بالبطن بشكل خاص، لأنه حالتها شوية تختلف، وراح تعرف كيف لما أخبرك عن الخطوة التالية اللي لازم تتبعها للتخلص من الدهون العنيدة وهي تحرير الدهون من مخازنها. للأسف هذه الخطوة هي المسبب الأكبر للدهون العنيدة في جسمك اللي ما جالسة تروح مع أنه باقي الدهون في جسمك جالسة تقل. والسبب في هذا الشيء هي عملية حيوية تصير في جسمك. أحب أبسطها عليك بمثال. أريدك تتخيل معاي مخازن الدهون كمخزن حقيقي في الواقع، وفي حارس على هذا المخزن ما رح يسمح لأي شخص يدخل أو يطلع الدهون إلا لو كان عنده تصريح بعمل هذا الشيء. الحين المشكلة اللي تحصل في أماكن تواجد الدهون العنيدة هو أنه في عدد كبير جدا من التصاريح كلها لإدخال وتخزين الدهون، أما عدد تصاريح إخراج الدهون من المخزن قليلة جدا، وبالتالي يصير سهل جدا تخزين الدهون في هذه المنطقة ولكن صعب جدا التخلص منها. وفي أجسامنا حاملي هذه التصاريح هي مستقبلات، مستقبلات ألفا مسموح لها تخزن الدهون بينما مستقبلات بيتا مسموح لها تطلع الدهون. ولأنه مستقبلات بيتا قليلة جدا في أماكن تواجد الدهون العنيدة راح تشوف أنه عدد كبير من الناس أول مكان تتخزن فيه الدهون هو نفس المكان اللي راح يبقى كآخر منطقة تطلع منها الدهون. بس هذا ما معناته أنك ما تقدر تتخلص من الدهون العنيدة، ولكن كل اللي عليك تعمله هو تطبيق هذه الخطوات 3 التالية عشان تتخلص منهم للأبد. والخطوة الأولى هي الطريقة الرئيسية اللي راح تجبر فيها جسمك على تحرير الدهون من الخلايا، وهي عن طريق تغذية خاصة. شوف، لازم تعرف أن الدهون عبارة عن مصدر طاقة يخزنه جسمك عشان يستخدمه في أوقات لاحقة لما يحتاجه. وهذا الشيء يحصل لما جسمك يحتاج طاقة بس ما يحصلها من الأكل اللي جالس تاكله بشكل يومي. هنا يبدأ جسمك يحرر الأحماض الدهنية من المخازن عن طريق مستقبلات بيتا، وتنتقل هذه الأحماض بالدم إلى أن توصل إلى الخلايا اللي محتاجة طاقة واللي يتم فيها حرق الأحماض الدهنية لتوليد الطاقة. يعني تخيل معي جسمك خلال 24 ساعة محتاج طاقة وقدرها 2000 سعرة حرارية مثلا، بس أنت خلال اليوم أكلت 1800 سعرة. هنا جسمك بيضطر يجيب 200 سعرة الباقية من مخازن الطاقة الأخرى بجسمك مثل الدهون والعضل. أي نعم، العضل أيضا يعتبر مصدر طاقة مخزن، ولكن في طريقة ممكن تخلي فيها جسمك يتجه للدهون أكثر للطاقة بدل ما يروح للعضل. بخبرك عن هذه الطريقة بعد شوية. بس لما تستمر في تناول سعرات حرارية أقل من اللي يحتاجه جسمك بشكل يومي ولمدة من الزمن، راح تبدأ مخازن الدهون في جسمك بالتناقص بالتدريج إلى أن تنتهي. بس بسبب مستقبلات ألفا وبيتا اللي خبرتك عنهم قبل شوية، جسمك بالبداية راح يحرر الدهون من المناطق المليانة بمستقبلات بيتا، وبعدها لما تخلص هذه المخازن وين بيروح؟ بيروح لأماكن تواجد الدهون العنيدة عشان ياخذ منها الطاقة. وعشان كذا هذه الدهون العنيدة راح تروح آخر شيء. بس المشكلة إنه السعرات الحرارية وحدها ما كافية عشان تجبر جسمك يحرر الدهون من مخازنها، لأنه الحقيقة إنه العضل في جسمك أيضا يعتبر مصدر طاقة ممكن الجسم يفككه إذا احتاج الطاقة، وأنت ما تريد هذا الشيء يحصل، لأنه العضل هو اللي بيشد جسمك لما تروح الدهون الموجودة فيه. وهذا الشيء يمكن تلاحظه عند عدد كبير من الناس، يأكلوا سعرات حرارية قليلة جدا ويضعفوا بسرعة بس أجسامهم تترهل. فكيف ممكن تجبر جسمك يروح للدهون كمصدر طاقة وليس للعضل؟ بسيطة، هنا يجي دور كمية البروتين اليومية اللي لازم تاكلها عشان تحافظ على عضلاتك خلال فترة التنشيف اللي يكون الهدف فيها التخلص من الدهون بدون فقد العضلات. وكمية البروتين المناسبة لجسمك في هذه الفترة تتراوح بين 1.6 إلى 2.2 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن جسمك، أو لآخر رقمين من طولك بالسنتيمتر إذا كانت عندك سمنة عالية. وإذا ما تعرف تحدد سمنتك عالية أو لا، فاحسب كمية البروتين المناسبة لك بناء على آخر رقمين من طولك بالسنتيمتر. يعني إذا مثلا طولك 160
75 سنتي راح تضرب 70 في 2.2 بحيث تطلع لك كمية البروتين اليومية اللي تحتاج تاكلها هي 154 جرام صافي قيمة غذائية من البروتين. بشكل عام إذا كانت نسبة دهونك مرتفعة فممكن تبدأ مع 1.6 جرام بروتين لكل كيلوغرام من وزن جسمك أو آخر رقمين من طولك بالسنتيمتر، ومع تقدمك بالتنشيف وكمية الدهون اللي فقدتها تزيد ممكن هناك تبدأ تزيد كمية البروتين اليومية اللي تاكلها بالتدريج إلى أن توصل إلى 2.2 جرام من البروتين لكل كيلوغرام من وزن جسمك. وبعد تحديد البروتين بإمكانك تحسب باقي السعرات الحرارية بحيث توزعها على الكارب والدهون. بس التغذية بهذه الطريقة مجرد جزء من القصة كاملة، لأنك إذا ما تجبر جسمك يستهلك الطاقة من الدهون اللي راحت بمجرى الدم، هذه الدهون راح ترجع تتخزن مرة ثانية في الجسم، وبالتالي ما بتتخلص لا من الدهون العنيدة ولا من الدهون العادية حتى. وعشان كذا خلينا الحين أخبرك الخطوة التالية اللي لازم تطبقها عشان تتخلص من الدهون العنيدة، وهي إنك تحرق دهون أكثر من اللي تخزنها خلال اليوم. شوف، لازم تعرف إن الجسم يومياً يحرق دهون ويخزن دهون في نفس الوقت، ويهدم عضل ويبني عضل في نفس الوقت. النتيجة النهائية اللي راح تبين على جسمك هي إيش اللي صار أكثر خلال اليوم. هل الجسم حرق دهون أكثر من ما خزن؟ إذا أيوه فدهونك بتقل، بس إذا صار العكس فدهونك راح تزيد. ونفس الشيء بالنسبة للعضلات. عشان كذا أنت تريد تجبر جسمك إنه يحرق دهون أكثر من ما يخزن ويبني عضل أكثر من ما يهدم. وتناولك لسعرات أقل من اللي تحرقها وكمية بروتين مناسبة لجسمك باليوم راح تساعدك في هذا الشيء. بس في ثلاثة أشياء أخرى أيضاً راح تساعدك أكثر في تحقيق هذا الهدف. ابتداءً من أولهم وهو تمرين الحديد أو أي نوع من تمارين المقاومة اللي بالفعل راح تشكل ضغط على عضلاتك. لا تروح تمسك لي وزن خفيف وتعمل كم حركة فيه وتقول إنك تمرنت مقاومة. تمرين المقاومة الصحيح اللي يخليك تحافظ على العضل أو حتى تبنيه في نفس وقت التخلص من الدهون هو التمرين اللي راح يشكل تحدي كافي على عضلاتك بحيث يجبر جسمك إنه يحافظ عليها بقدر الإمكان. لأنه جسمك بيشوفه العضلات أنا محتاجها يوميا جالس أستخدمها، وإذا حرقتها للطاقة راح أتورط، فأحسن لي أحافظ على هذه العضلات وأحرق الدهون عشان أجيب الطاقة الناقصة. بهذه الطريقة أنت راح تجبر جسمك إنه يحرق من الدهون أكثر، وبالتالي نزول وزنك بيكون من الدهون وليس من العضلات، وبالتالي النتيجة النهائية ما راح يكون فيها ترهلات كثيرة. ومع أن تمرين المقاومة هو السبب الرئيسي للحفاظ على العضل، إلا أنه يستهلك طاقة أيضا، وبالتالي يساعد في حرق الدهون اللي طلعت من الخلايا الدهنية وراحت لمجرى الدم. بس بغالب الأحيان هذا الشيء غير كافي، بتحتاج تعمل أشياء أخرى لحرق الدهون أكثر، وهذا ينقلني للشيء الثاني اللي بيساعدك تحرق دهون أكثر وهو الكارديو. بس خلي بالك، لأنه الكارديو سلاح ذو حدين، إذا استخدمته بإفراط وبدون دمج أي تمرين مقاومة معاه وفي نفس الوقت رحت أكلت سعرات حرارية أقل من اللي تحرقها خلال اليوم، فهنا ممكن يحصل عندك هدم عضلي. لأن الكارديو نعم تستخدم فيه عضلاتك، لكن ما بالدرجة الكافية اللي راح تجبر جسمك إنه يحافظ عليه مثل ما يعمل تمرين المقاومة الصحيح. فإذا كيف ممكن تستخدم الكارديو بطريقة تفيدك خلال التنشيف وخاصة في التخلص من الدهون العنيدة؟ الإجابة بسيطة، ابدأ برنامجك الخاص للتنشيف بأقل كمية كارديو تحتاجه. شخصيا أطلب من معظم المشتركين معي بالبداية إنهم يلعبوه 3 مرات أسبوعيا بمقدار 30 دقيقة في كل مرة، وبعدها مع تقدم الوقت ونزول وزنك من الدهون راح تلاحظ إنك بتحتاج إما تزيد الكارديو أو تقلل سعرات حرارية إذا تريد بالفعل إنك تستمر في التنشيف. وهنا لازم تخلق توازن بحيث تحاول بقدر الإمكان ما تنزل سعراتك إلى درجة تسبب هبوط مستواك في تمرين الحديد، لأن الحديد هو اللي بيحافظ لك على العضل. وهنا إذا اخترت إنك تزيد الكارديو فضيفه بالتدريج وليس مرة واحدة من 3 إلى 6 حصص أسبوعية مثلا، زيده بالتدريج. وبهذه الطريقة ومع الوقت لما توصل إلى آخر مراحل الدهون العنيدة، لما نسبة دهونك تكون تقريبا 10% أو أقل، هنا ممكن تلاحظ إنك جالس تلعب كارديو حتى 6 مرات بالأسبوع، وهذا الشيء ممكن تستمر عليه فترة بسيطة إلى أن توصل مستوى النشافة اللي تريده. بس بعد ما تخلص ابدأ فورا في إنك تقلل الكارديو وترفع سعراتك الحرارية عشان ما تصير لك أي مشاكل أخرى. وشخصيا صار لي أسبوعين أنشف، ولعبي للكارديو حاليا هو فقط مرة واحدة بالأسبوع. وإذا تريد تابع يومياتي في التنشيف، الوجبات اللي آكلها، كيف آكل من المطاعم ودخلها من ضمن احتياجي، التمرين اللي أتمرنه، الكارديو اللي لعبه، فبإمكانك تابعني بالسناب لأني أحط يومياتي في التنشيف هناك. ويبقى الشيء الثالث والأخير اللي ممكن تعمله عشان تجبر جسمك يحرق هذه الدهون الموجودة بمجرى الدم، وهو نشاطك اليومي بشكل عام، واللي شخصيا أحب أقيسه بعدد الخطوات اليومية. وهنا الخطوات عاملها مثل الكارديو، ابدأ ب6 إلى 7 آلاف خطوة يوميا وزيد بالتدريج مع تقدم مستواك فقط إذا احتجت هذا الشيء. وإذا أساسا أنت إنسان نشيط وخطواتك فوق هذا النطاق بكثير فعادي، ما مشكلة، ما لازم أنك تنزلها، ولكن أنصحك تبدأ بكمية كارديو أقل إذا كنت من الناس النشيطين. بس السبب الرئيسي ليش أقول لك ابدأ ب6 إلى 7 آلاف خطوة يوميا هي هذه الدراسة في سنة 2021 اللي جابت مجموعتين من الناس وخلتهم يمشي بعدد خطوات مختلفة، وقاسوا أثر الخطوات اليومية على
مقدرة الجسم على استخدام الدهون للطاقة على حرق الدهون، والدراسة شافت انه اقل من 5000 خطوة يوميا كان له اثر سلبي. يعني اذا مشيت اقل من 5000 خطوة يوميا فقدرة جسمك على حرق الدهون كمصدر للطاقة ممكن تكون اقل مقارنة مع مشيك لاكثر من 5000 خطوة يوميا. وفي دراسة ثانية شافت انه 4400 خطوة ممكن تكون افضل من 2700 في تقليل خطر الوفاة الناتج من جميع الاسباب، وهذه الفائدة تزيد الى الوصول الى 7500 خطوة يوميا وبعدها تثبت. فاذا تريد تحقق افضل منفعة صحية وايضا افضل منفعة لحرق الدهون، ابدأ ب 6000 خطوة يوميا وزيد بالتدريج اذا احتجت. وبهذه الطريقة لما تدمج التغذية مع التمرين والكارديو والخطوات اليومية تكون حررت الاحماض الدهنية من الخلايا وحرقتها. بس كيف ممكن تخلي جسمك يحرق حتى بكفاءة اعلى؟ بسيطة، في شيئين ممكن تطبقهم بسهولة جدا عشان تحصل هذه النتيجة. الشيء الاول هو النوم الكافي، لانه دراسة في سنة 2012 جابت مجموعتين من الناس، خلت المجموعتين هذول ياكلوا اقل من احتياجهم من السعرات بحيث انهم يفقدوا دهون. الفرق بين المجموعتين كان ان المجموعة الاولى نامت 8 ساعات ونص يوميا، بينما المجموعة الثانية نامت فقط 5 ساعات ونص يوميا، والنتيجة كانت متوقعة بس صادمة. متوقعة لان المجموعة اللي نامت اكثر فقدت دهون اكثر، بس النتيجة صادمة لان مجموعة النوم الاكثر فقدوا كيلو 400 جرام دهون، بينما المجموعة اللي نامت اقل فقدت فقط 600 جرام دهون. يعني المجموعة اللي نامت زين فقدت دهون اكثر من الضعف، وفوق هذا المجموعة اللي نامت اقل فقدت 900 جرام من العضلات. هذا الكلام كله في اسبوعين فقط، فتخيل ايش اللي يصير لو انت باستمرار نومك قليل. بس الشيء الثاني اللي بيزيد كفاءة جسمك في حرق الدهون هو اكمال احتياجك اليومي من الفيتامينات والمعادن، لانه وقت التنشيف انت تاكل سعرات حرارية اقل من اللي يحتاجها جسمك، وبالتالي في معظم الاحيان كمية وتنوع الاكل راح تكون قليلة، ما بتكون كافية لتغطية كل الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها جسمك. واذا لا سمح الله صار عندك نقص في بعض الفيتامينات والمعادن فقدرة جسمك على تحرير ونقل وحرق الدهون كلهم بيقلوا. وعشان تتجنب اي نقص في هذه الفيتامينات والمعادن لا تخلي رجيمك قاسي، ونوع مصادر اكلك بقدر الامكان. وايضا بامكانك تستخدم مكملات المالتي فيتامين بس انواع محددة وليست الانواع اللي تسوق للعيبة كمال الاجسام، لانه هذه الانواع تحتوي على تراكيز عالية جدا من الفيتامينات والمعادن وجسمك ما يحتاج كل هذه التراكيز، يحتاج الاساسيات. بس خليني اكون صريح معك، كل هذه الاشياء اللي خبرتك عنها في هذا الفيديو ما راح تجيب لك اي نتيجة اذا ما استمريت في تطبيقها لمدة من الزمن. بس اذا انت من النوع اللي عندك الدهون العنيدة بالبطن، فحتى تخلصك من كل هذه الدهون العنيدة ما معناته انك راح تشوف السكس باكس، لانه الحقيقة انه بعض الناس عندهم عضلات السكس باكس ضعيفة وصغيرة جدا، وحتى لو شال الدهون ما راح تبين. فلازم تتأكد انك تمرن عضلات البطن كجزء من تمرينك الاعتيادي، وعشان كذا في هذا الفيديو هنا حطيت لك افضل طريقة علمية ممكن تمرن فيها عضلات بطنك عشان تشوف نمو عضلي ملحوظ وتشوف السكس باكس لما تروح الدهون العنيدة.